حد سأل نفسه مرة إذا كانت الحيوانات تصرف بشكل أفضل من البشر، هل تعتقد إن هم قادرين على المشاعر والحب والرحمة؟ في الفيديو ده هتشوف مواقف مذهلة لسلوك الحيوانات اللي بيفوق سلوك البشر. هنشوف إزاي إن الحيوانات ممكن تكون أكتر أخلاق وأكتر ذكاء وأكتر رحمة وحب من البشر. لما تشوف في بعض المواقف سلوك الحيوانات ده هيخلينا نسأل نفسنا إذا كانت الحيوانات دي تستحق احترامنا أكتر من اللي إحنا بنعمله دلوقتي، حتى لو كان البشر هم أكتر الأذكياء على كوكب الأرض. لكن أنا هوريك بعض تصرفات الحيوانات اللي بتتصرف بشكل أفضل من البشر. أنصحك أوعى تسيب الفيديو، صدقني هتغير رأيك لما تشوف الحيوانات إزاي بتبهرنا بتصرفات. يلا بينا. طبعا ما حدش يختلف معايا ان معظم الناس ما بتحبش تتبع القواعد، ولكن انظر للغزال الذكي ده اللي بيستخدم ممر المشاة في احدى حدائق اليابان. كمان اتعلمت الغزلان ان هي تحمي راسها بادب وتنتظر قبل ان تتلقى الطعام من الزوار. على الرغم ان الحيوانات لا يفهمون ما نقوله، ولكن بيفهموا المشاعر اللي بنعبر عنها. عشان كده لما كانت السيدة دي بتبكي، لاحظت الخيول ابتدت تطمنها بطريقة جميلة زي ما احنا شايفين. وهنا المرأة دي تظاهرت بالجلوس وهي حزينة قدام حصانها، راح لها على الفور وحاول ان هو يوسيها. لما اضطر كلبه وصاحبه للابتعاد زي ما احنا شايفين، الاصدقاء قاموا بوداعه. طبعا هنا الحيوانات بتتصرف بشكل اكتر اخلاق وذكاء من البشر. تعال بقى نشوف الحب والرحمة من الحيوانات. لما تقابل الأسد ده مع غزال صغير في وسط الغابة، والغزال ده كان وحيد محدش عارف عنه فين أمه، وبالرغم أن الأسد حيوان مفترس بالغريزة، إلا أنه لم يلتهم هذا الغزال الصغير، ما كلوش يعني، بل على العكس قاعد يلعب معاه وكأنه شبل من أشبال. طبعا دي علاقة ما نعرفش عنها أي حاجة تبت إزاي. النمر ده حاول إنه يلتهم الغزال، طبعا كان على وشك إنه ينجح لأنه كان مسيطر عليها تمام، إلا إن القرود تدخلت وقامت بإنقاذ الغزالة بأنها أو النمر خاف من القرود وهرب على الفور. بعدها تمكن الغزال من الوقوف على قدمين. دي صداقة رائعة بين بقرة وكلب. طبعا مفيش شك زي ما احنا قلنا قبل كده ان في مشاعر بين الحيوانات. دي في سن مبكرة جدا البقرة دي اصبحت زي ام للكلب، كانوش بيسيبوا بعض تمام. الكلب كان بينام على ظهر البقرة وبيديها القبلات وهي بتديله برضه قبلات. لكن في احد الايام اصحاب الحظيرة دي خدوا البقرة وخلوها تغادر. الكلب كان حزين جدا ومذهول بسبب فقدان البقر اللي بيعتبرها ام. قرر الهرب وفضل ماشي يتبع صوت البقرة على أمل لم الشمع، وفعلا التقى بها، ولكن أصحاب الحظيرة عادوه إلى مكانه مرة تانية. شوفوا دموع الكلب عاملة إزاي. لكن بعد فترة لحسن حظه قرر أصحاب البقرة إعادة البقرة مرة أخرى إلى الحظير عشان ما يفصلوش الصداقة القوية والجميلة اللي بين الكلب والبقرة. شوفوا السعادة قد إيه على الكلب بأمه. أظن محدش يختلف معايا دلوقتي إن الحيوانات بتتصرف أكتر حبا ورحمة من البشر. شوف الكلب لما بيحب يساعد صاحبه، لقى صاحبه قاعد في وضع قفصاء، راح جايب له كرسي وداهوله علشان يجلس عليه. هنا بقى الذكاء في اروع صور. القطه دي عارفه ان صاحبها اصم، يعني بيتكلمش، عشان كده بتستخدم لغه الاشاره للتواصل معاه. هي عايزه تاكل. هنا العائله دي الزوج والزوجه مشوا في اتجاهين متعاكسين عشان يعرفوا الكلب بيحب مين اكتر. طب عشان يعمل ايه علشان يرضي الطرفين؟ هو ده اللي عمله. من اول وهله لما تشوف المنظر اللي قدامك ده يتهيالك ان الجاموس بيهاجم السلحفاه، لكن في الواقع هو كان بينقذ حياتها، ان هو بيساعدها على انها تنقلب. اروع قصص الحنان في المنظر اللي قدامنا ده ان الخروف الصغير ده فقد امه واصبح يتيم. الكلبه دي اصبحت عيلته، وهي اللي كانت بتطعمه الحليب كل يوم وتحافظ على صحبته. والله الحيوانات انا ما شفت اخلاق ورحمه وحب اكتر من كده. القطط في بعض الاحيان بتكون موجوده في البيت مش عشان بس نلعب بيها
لكن بتكون زي اي فرد في العيله. ممكن تحمي القطه دي طفل زي اللي احنا شايفينه ده بتحميه ان هو يلمس فرن البوتاجاز. الغراب سقط في الميه وكان هيغرق زي ما احنا شايفين. الدب نزل وعادوا للارض لانقاذ حياته. السائق اللي سايق العربيه دي لاحظ ان في كلب بيشد كلب تاني من ديله. طبعا ده كان عشان ما يعبرش الطريق ويصطدم بالشاحن. الكلب كان عاوز يعبر الطريق ولم ينتبه لعبور الشاحنه، ولكن الكلب التاني انتبه لذلك ومنعه، عشان كده كان بيشده من ديله. دي صداقة غير عادية بين دولفين وكلب. الكلب بيلعب دايما مع الدولفين، بيقفز في المية عشان يلعب مع صديقه. طبعا الدولفين بيعمل حركات بهلوانية قدام الكلب، الكلب بيسبح إلى أن ياخده الدولفين تا يوصله إلى بر الأمان قبل أن يقول له وداعا. وطبعا زي ما احنا شايفين الحركات البهلوانية اللي بيقوم بيها الدولفين. لما سقط الطفل ده في قفص الغوريلا الضخمة، الكثير توقع ان هما تصرفهم هيكون همجي، ولكن بالعكس ما اظهروش اي سلوك عنيف، بل خلوه يشعر بالامان. دايما الحيوانات في بعض الاوقات الحيوانات بتبقى اكتر ذكاء منا. الدب ده عايش في البيت مع الاسرة دي، امروه انه يقفل باب ادب قبل ما يغادر. فعلا عمل المطلوب منه. شكرا يا كابتن. دي تكسات أجرة من الحيوانات الكبيرة زي التمساح. شوف الطائر بيركب التمساح زي السيارة أجرة كده في الغابة. يعني في قطة كانت محبوسة خلف الصفيح ده، الأرنب سمع صوتها وعشان يخرجها حفر المكان من تحت الصفيح وعمل لها طريق للخروج من الأسفل. الدب الصغير ده انزلقت قدمه في بركة مي وما كانش واخد باله. لما أمه شافت المنظر زي ما احنا شايفين قامت بالإسراع للبركة ونزلت وخرجته بمنتهى السرعة. طبعا عاطفة الأمومة التي لا مثيل لها. زي ما احنا شايفين الكلب ده منزعج جدا على السمك لما وجود خارج المي، بيحاول إحيائه من جديد عن طريق رش المي، لكن هو حاول لكن لم يتمكن بما لديه من قوة. طبعا حيوانات بتتصرف بشكل غير متوقع ومفاجئ. طبعا اللي احنا شفناه ده مجرد أمثلة قليلة قوي من العديد من القصص المذهلة عن سلوك الحيوانات، تظهر لنا ان الحيوانات قادرة على الحب والرحمة والاخلاق الى جانب انها ذكية جدا. بعد ما شفت الفيديو عايزك تقول لي اجابة للسؤال ده، هل تعتقد ان الحيوانات تتصرف بشكل افضل من البشر في كثير من الامور ام لا؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقبل ما اسيبكم بفكركم ان انتم ما تنسوش تشتركوا في القناة جماعة اللي بيشوفونا أول مرة، وياريت اللي بيشوفونا دايما يعملوا لايك. وإلى أن ألقاكم في الفيديو القادم لكم تحياتي.